طيب يا شباب، فتحتوا على البرنامج؟ لاحظوا هي واجهة البرنامج اللي أخذناها الأسبوع الماضي مثل ما أنكم لاحظين. في عنا أول شيء، في عنا ما يسمى البلانك في آي، طبعا هذا اللي بيسمح لك تدخل إلى مشروع جديد. في عنا شغلة كتير مهمة وأنا اطلعت عليها كتير ممتازة، هي فايند إكزامبل. يعني لو عطيته فايند إكزامبل راح يفتح لك نافذة، وبالتالي انت حسب السيرش اللي عندك ممكن تختار الشيء اللي بدك اياه. ان احنا كنظام مثلا قيادي اذا اعطيته كلمه موتور مثلا، لاحظ مباشره بيعطيك ايش في عنا ارتباطات لهالكلمه هاي مثلا. فلو اعطيته سيرش راح يعطيك ما هو مدعم من الشركه الصانعه من بعض الامثله الجاهزه واللي هي مباشره مطبقه. فلو اخذت مثلا الدي سي او الدي سي موتور كاسكادد سبيد كنترول، لاحظ مباشرة فتح لك المثال الموجود، وبالتالي انتم فيكم تطلعوا على هالامور هاي. وفي كثير شغلات بنظم الاتصالات، بالتحكم، بالالكترون، بكل الاختصاصات راح تكون في عنا امثله ذات الصله حول استثمار هذه الواجهه. واضح الكلام؟ يعني هاي بالنسبه لكم انتم لاحقا ممكن تطوروا حالكم في هالموضوع هذا. تمام؟ طيب. سكر معنا البرنامج. طيب بنرجع نحن بالنسبه لشغلنا. فاذا بنعطيه بلانك في اي، فتحتوا البرنامج كلياتكم؟ مين ما فتح معه البرنامج؟ جربوا غير الجهاز الثاني. لاحظوا يا جماعه، فتحنا البرنامج وطلعنا واجهتين. تمام؟ الواجهة الأولى إيش سميناها سابقاً؟ الفرونت بانل. الواجهة الثانية إيش سميناها؟ بلوك دايجرام. طبعاً ذكرنا بالمحاضرة الماضية إنه أي كومبوننت بدي أضيفه بالفرونت بانل راح يطلع له نظير بالبلوك دايجرام، والعكس ليس دائماً صحيح، لأنه البلوك دايجرام راح يكون فيها بعض الكومبوننت اللي راح يكون هو برمجي، مثلاً مثل منظمات، مثل مثلا حلقات الجمع او ما شابه ذلك. هاي ما لها نظير بالفرونت بانل، لانه المستخدم ما بيهمه هالحكي. ودرسنا اذا بتتذكروا او اطلعنا على بعض الكومبوننت الموجود، قلنا اذا ضغطنا باليمين فراح يطلع لي عدد من الكومبوننتس الموجود، وهذا بيتعلق بعدد وحجم المكتبات اللي نحن ضفناها. فكل ما بتضيف مكتبات اكثر راح تطلع المنسدله اكثر، وبالتالي رح يعطيك امكانيات اكبر. فممكن انت تختار كنترول، ممكن تختار مثلا باتنز، ممكن تختار ليدز، نيوميريك انديكيتورز، فممكن يكون عندك مثلا تعطي امر تحكم، او ممكن تخرج نتيجه امر معين راح يكون موجود عندك. واضح الكلام؟ واخذنا يمكن مثال صغير الاسبوع الماضي اطلعنا عليه كلياتنا. هلا رح ندخل بمكتبه الكنترول ديزاين اند سيميوليشن. بس حتى قبل ما ندخل بمكتبة الكنترول ديزاين اند سيميوليشن، حابب ناخذ هيك فكرة صغيرة عما يسمى الاريز، لأنه الاريز يا جماعة بفيدكم بموضوع أثناء التصميم، فبيلزمك تشكل مصفوفة أحيانا. واضح الكلام؟ فبالنسبة للاري ممكن نحصل عليها من المودرن. لاحظوا في شيء اسمه اري اند ماتريكس، في شيء اسمه ايش؟ اري اند ماتريكس. او ممكن احصل عليها كمان من الكلاسيك، ممكن تطلع معي كمان. واضح الكلام؟ فانا لو اخترت هوني array، لاحظوا مباشرة راح ينزل لي صندوق يسمي لي يا array. كويس؟ فيني مثلا انا اخذ واحد تاني، يعني اما بترجع بتاخذ باليمين وبتحصل على array تاني، او كنترول بعدين بتسحب الماوس بيعطيك array تاني. تمام؟ ممكن اخذ اري ثالثي ايضا او اري رابع. اذا ناخذها اما من لاحظ معي تطلع معك اما من المودرن او تطلع معك من الكلاسيك. تمام؟ طالعتوا كلياتكم المصفوفات.
طبعا يا شباب لاحظوا انه فورا طالع لي في مكتبه او في واجهه البلوك دايجرام نظير المصفوفات. هلا لو جيت بدي اوصل بيناتهم، طبعا حتى اوصل بيناتهم لاحظ كلهم طلعوا كنترول. شلون عرفتهم انه كنترول؟ لاحظ الجهه شلون صايره من اليسار، عفوا من اليمين، وبالتالي صار الوصل بهالاتجاهات، ولكن هذا كنترول. ما بيصير انا اوصل كنترول مع كنترول، لازم اوصل كنترول مع ايش؟ يلا كنترول مع انديكيتر. اذا لازم يكون الدخل هو كنترول والخرج ايش يكون يا شباب؟ فاذا هذا بحوله لايش؟ تشينج تو انديكيتر، وهذا ايش بحوله؟ كمان تشينج تو انديكيتر، كمان اذا بدي احوله تو كنترول بحسن كمان قل له تشينج تو كنترول. واضح؟ بنعمل عمليه وصل. ما وصل لي اياهم، مين بيقول لي ليش؟ لا لسه ما عرفت المصفوفات، ما بيعرفون مصفوفي، ما تعرفت. تمام، بس راح اجيب شغلي لما اوصل. ضغط على الكنترول بعدين طيب يا شباب. لحظة معي، فإذا لازم أعرف المصفوفي. بحسن يا شباب أعرف المصفوفي ككنترول، بحسن حط فيها الليدات، بحسن حط فيها مثلا سويتشات، بحسن حط فيها باتنز، بدك إياه بتحطه، بحسن حط فيها أرقام إلى ما هنالك. فممكن أنا هون آخذ نيوميريك كنترول، وين بنزله؟ في المصفوفي. لاحظ معي، إذا عرفت المصفوفي بهذا الشكل. بجي على المصفوفي الثاني أيضا، أخذت النيوميريك كنترول، وين نزلته؟ في المصفوفي الثاني. هلأ صار بإمكاني، لنجرب، عجب بإمكاني أوصل إلا لا؟ طبعا هاي راح أخذها كمان مثل ما حكينا إنديكيتر. لاحظ وصل لي إياهم. طبعا يا شباب المصفوفي قد تكون ببعد وقد تكون ببعدين او ثلاثه او اربعه حسب ما بدك. فشلون انت بتحدد عدد الابعاد؟ ايش بتساوي ببساطه؟ تضغط على المصفوفي نفسها وبتسحبها للاسفل او لليمين حسب ما بدك. واضح الكلام؟ مثلا اذا سحبنا بهالشكل، لاحظ معناته المصفوفي صار عمود واحد بثلاث اسطر. بس الخرج بتحوله تو تشينج تو انديكيتر. شلون بدك تحول؟ في عندك دخل وفي عندك ايش؟ خرج، معناته الدخل عم يتحكم بالخرج. واضح الكلام؟ طيب يا شباب، طبعا بما انه الدخل عباره عن نعم لا ما صارت معنا هون، بضيف له ممكن قل له ايش؟ اد دايمنشن. ايش بقول له بهالحاله هاي؟ اد دايمنشن، وبالتالي صار بي عنده امكانيه ياخذها لوين؟ لليمين. واضح؟ اذا ايش راح قل له؟ انا هاي الماوس ما عم بتساعدني كثير. ايش راح قل له؟ اد دايمنشن. إذا بدك تضيف بعد بتقول له add dimension. بس أنا ما ضفت add dimension ليش؟ مشان المساحة، يعني فرجيكم الواجهتين. على كل الأحوال ما في مشكلة. كمان هو رح قل له add dimension. إذا صار بإمكاني. طبعا يا شباب إذا أخذت المصفوفة الخرج بأبعاد أكثر من مصفوفة الدخل ما راح يتعرف غير على إيش؟ على الأبعاد اللي أنت أخذتها، يعني ما راح يتعرف على أنه طبعا ممكن حط هون بالمصفوفي هون
ايش حط انا هوني؟ لاحظوا معي، راح احط هوني انا للدات، فهوني راح احط له او لا خليها مصروفي اللي بعدها معلش. طيب هذا بالنسبه لانه عم يحدد لك انه في عندك الاسطر والاعمدي، يعني رقم للاسطر ورقم لمين، لانه المصروفي لسه ما عرفناها، بتضل هي صفر صفر، بس اذا انت حبيت ترقم بارقام معينه ما في مشكله. تمام، حجرات ذاكرية فيك تسميها. نعم. طيب هلق أنا راح أضيف هوني مثلا، راح أضيف هون بطن، راح أخذ ما يسمى توغل، راح أضيفه هون، خذوا بهالشكل مثلا، وهون راح أضيف كذلك الأمر، هون راح أضيف للدات. لاحظوا أنا ضفت هون أكثر من، ضفت عدد عناصر المصفوف الرابعة أكثر من عدد عناصر المصفوف الثالثة، لنشوف إيش بدي يعطينا. المصفوف ممكن يكون للذات ولا موضوع أرقام؟ إيش ما بدك بتكون، ممكن تكون للذات. وصلت بينات هون؟ واضح؟ الآن خلينا نعرف المصفوف الأولى مثلا. واحد، اثنين، اثنين، أربعة مثلا، ثلاثة، خمسة، حاجة هدول. المصفوف الثاني إنديكيتر، هي اللي راح تطلع نتيجة المصفوف الأولى وين؟ في المصفوف الثاني. واضح؟ خلينا نشغل. لاحظ طلعت نتيجة المصفوف الأولى وين؟ في المصفوف الثاني. طيب غير لي مثلا، لاحظ عم نغير نحن هون إيش؟ وضعية السويتش. فايش عم يغير لي؟ عم يغير في الخرج. واضح؟ حط هون خمسة، غير لك اياها، ليش؟ لانه البرنامج ما زال عم يشتغل. البرنامج ايش؟ ما زال عم يشتغل معنا. طيب. المصفوف الثاني، نعم. طب لاحظ شغلة يا جماعة. خلينا نحط هون صفر، واحد، ثلاثة، مثلا شغل، اشتغلت، طلعت نتيجة المصفوفي الأولى وين؟ طب غير المصفوفي الأولى، حطها اثنين، ليش ما غير بالمصفوفي الثاني؟ لا، أنا لأني شغلت مرة واحدة. تتذكروا الأسبوع الماضي حكينا أنه هذا السهم بشغل البرنامج مرة واحدة. أما هل السهمين هدول اللي شايفين هون، هذا run continuously، معناتها ايش؟ بيشغلوا باستمرار. تفضل. اسحب للاسفل او للاعلى، وين ما بدك. هلا بما انه ياخذ بعد واحد رح ياخذ اوكي بعد اوكي. واضح الكلام يا شباب؟ طب خلينا ناخذ مثال ثاني على السريع لانه رح ندخل بموضوع اخر. اذا اخذت انا هون يا شباب، لاحظوا معي، شلت هالمصفوفه هي وشلت هي كمان، جيت هون اخذت مصفوفي اخرى، معلش خلينا ناخذ مصفوفي ثاني، وجينا على البلوك دايجرام، جينا على البروجرامينج، في شيء اسمه كومباريجن. طبعا بالكومباريجن يا شباب، اذا بتجوا على البروجرامينج بتلاقوا مكتبات هائله، يعني ممكن انت تضل
شهر كامل تستعرض هالعناصر وما تبين معك. عرفنا في أدوات المقارنة بتعرفوها equal not equal greater less greater or equal يعني أكبر أصغر يساوي هل يساوي هل لا يساوي، هاي عناصر المقارنة اللي بنعرفها كلياتنا. واضح الكلام؟ فلو جينا أخذنا equal وضفناها وصلنا بين المصفوفتين، لاحظوا ليش أشكال خطوط الوصل عم تختلف معنا كل مرة. مرة بيوصل لك العنصر على أساس أنه هذا بوليان، ومرة بياخذ لك إياه انتيجر، ومرة بياخذ لك إياه ماتريكس. أخذنا الأسبوع الماضي إذا بتتذكروا أنواع الخطوط حسب المعطيات الموجودة عندنا. واضح باللاب فيو بيميز أنواع المعطيات. هلأ هون عم يوصل مصفوفي مع مصفوفي، فلاحظ معناتها عبارة عن خطين بهاللون هذا اللي شايفينه، تمام؟ هلأ رح ناخذ مصفوفي تاني رح نعملها نساوية على شكل إنديكيتر بهالشكل هذا. خذوا مصفوفي جديد، ضيفوا لها بعد ثاني. حطوا لنا للدات إذا سمحتوا. طبعا ضفناها بعدد لأعلى التعيين. على كل أحوال الخرج هو مقيد بمين؟ بالدخل. واضح؟ ضفنا المصفوفي بهالشكل هذا. الآن ايش راح يساوي يا شباب؟ راح تشعل الليدات عندما تكون العناصر، خلينا نشغل لنشوف ايش بدي يعطينا. مصفوفتين متساويات، صح ولا لا؟ ليش ما تعرف على هدول؟ زيادة. هدول يعتبرهم زيادة. طب غير مثلا احد العناصر، شوف هذا طفي، رجع حطه مثلا نفس القيمة 2، ما هاي 2 شغله. هلق هون معناته يا شباب اللي بنفهموا شغلي انه عم يعطي اشارة خرج عندما تكون المصفوفات العناصر المصفوفة الأولى جميعا تساوي عناصر المصفوفة الثانية تماما. هلق لو جينا لهون ضغطنا وقفنا البرنامج، جينا ضغطنا باليمين، ففي شيء عندنا اسمه comparison mode. comparison mode واضح؟ خلينا نشوف هون ايش بدي يعطيني. اعطاني هون خطأ بهالحالة هاي. ليش اعطاني خطأ؟ عم يقول لي you have connected two terminals of different types. هلا هون طريقة المقارنة اختلفت في هالحالة هاي. طب معناتها أنا فيني امسح هاي مشان اخلص من هالمشكلة، وأنا ايش بقول له بهالحالة هاي؟ روح ضف لي indicator، ضف لي اياه على شكل ايش؟ لأني أنا هون راح قارن عناصر المصفوفي، ما راح قارن المصفوفي كاملة مع المصفوفي الثاني، يعني راح قارن الآن عبارة عن سكيلر أو عدد، ما راح قارن كمصفوفي. واضح؟ خلينا نشوف ايش راح يعطيني. طبعا يا شباب هاي الشغلات عبارة عن تقنيات، يعني نحن الآن ما عم ناخد خوارزمية مثلا، عم ناخد أدبيات التعامل مع ايش؟ مع اللاب فيو. خلينا نشوف ايش بدي يعطيني مثلا. طيب هلق عم ياخذ مين مع مين برايكم؟ كله مصفوفين. اعطاك مصفوفين؟ هلا الكونفرجن مود بس ايش حطيت؟ انا حطيت الثاني. الثاني ما عم يعطيني، يعني ما عم يوصل، حطه بس ما عم
لاحظ شوي هاي كرييت انديكيتر بدي اعطيك بهالشكل هذا شوف عم ياخذ وكانه عم ياخذ العنصر الاول من المصفوفي ومظبوط لانه غلطان انا قارن بس في واحد فقط كل العناصر عم يقارن كل العناصر اذا 2 5 3 2 ما اشتغل في واحد اه 2 هي معناتها الحاله الاولى كان عم يقارن عبيقارن عنصر عنصر تمام هاي الحالة عبيقارن مصفوفي كاملة واضح؟ طب في شغلة تانية يا شباب اسمها كلاستر في عنا الريز وفي عنا ايش؟ كلاستر الكلاستر يا شباب هو مثل المصفوفي لو جينا ضغطنا هون لاحظ معي رح خلي هاي المقارنة ولكن رح اجي ضيف هون ما يسمى كلاستر بالكلاسيك ايضا في عنا ما يسمى كلاستر كلاسيك الريز اند كلاستر ضيفوا لنا كلاستر اذا سمحتوا وضيفوا لنا كلاستر ثاني كمان فيك تسحبوا من هون مباشره شفنا هلق الكلاستر عباره عن ايش قال الكلاستر عباره عن مجموعه ممكن الكلاستر يضم بنفس الكلاستر او بنفس المجموعه ممكن يضم نيوميريك ممكن يضم سترينج ممكن يضم اري يعني بيضيف مجموعات مختلفه او بيضيف داتا مختلفه عن بعض في مجموعه واحده وهذا الكلاستر يا جماعه مهم جدا جدا بتصميم نظم القياده يعني احيانا انت بيلزمك تدخل بارامترات المحرك مظبوط يا عمار بدك تدخل على الماكس والدي ماكس ما هو معقول يدخل له وتقول له قيمه الار اي دخل لي اياها مثلا كباص قيمته كذا دخل لي الار اس دخل لي مثلا ال اي دخل لي ال اس راح يصير عندك كثير من ايش من الخطوط الوصل وبالتالي راح يكون في تعقيد في الشكل اما اذا دخلتهم ككلستر وبعدين بتدخلهم على ما يسمى ان بندل او بندل هو هذا بيسموه الماكس هو بندل او ان بندل فبتصير بتفرقهم على اساس انه نفس الترتيب شلون ناخذ في الماتلاب بالماتلاب بتدخلهم كباص وبعدين ايش بتفرقهم عن بعضهم هون نفس الشيء بتدخلهم ككلاستر خلينا ناخذ مثال مثلا ضيفوا لنا نيوميريك كنترول وضيفوا لنا مثلا بدنا تضيفوا لنا ايضا تكست واللي هو سترينج وضيفوا لنا يا شباب كمان ايش بنضيف مثلا بطن بيصير لا البطن هو بوليان امر كنترول انت بتضيف كنترول تماما هو عم تعطي صفر عم يعطي واحد او صفر وبالتالي كنترول يعتبر طالما هو عم يقود خرج اي دخل عنده امكانيه انه يقود الخرج فهو يعتبر كنترول طيب خذوا الثاني هلا الثاني لازم يكون مثل الاول بس مو مثل الاول بمعنى انه يكون مساوي له بقصد انه لازم يكون ما هو شرط هو راح يقارن بيناتهم نحن بما انه المساواه فنحن راح نحط نفس العناصر حطوا لنا كمان توجل بطن او سويتش طبعا فيني ارتبهم يا شباب اكثر من هيك فيني اضغط باليمين وقل له مثلا اما سايز تو فيت او انه رتب لي اياهم بشكل افقي او بشكل عمودي للعناصر اللي موجوده وين ضمن الكلاستر للعناصر الموجوده ضمن الكلاستر انا راح اقول له فيرتيكال رتب لي اياهم بشكل اجمل اموركم ماشي تمام مو هيك يا شباب لو كنا استاذ
مساويين في مصفوفه كمطار المنقوله بين العربيه تماما بيعطيك اياها ما في مشكله. شباب انا بعطيكم هلا عباره عن خلينا نسميها مفاتيح. يعني انت ايش وظيفتك بالبيت؟ وظيفتك بالبيت تروح تجرب لحالك، بتقول اخي انا والله بدي اضيف مثلا عناصر تاني، مصفوفات تاني الى اخره، وشوف ايش بدي يعطيني. يعني صار المفتاح موجود عندك، واضح؟ اذا بقول له هون فيرتيكال، كمان باخذ الان مصفوفة خرج، طبعا بضيف هدول لبعض. شوف الكلاستر شلون لون السلك اللي بيعطيك اياه، شايفين يا شباب؟ هذا لونه، بس انه شفتوا هذا في المخططات معناه هذا ايش؟ هذا كلاستر. فيني انا هون ايش قل له؟ اعطيني كنترول، او عفوا انديكيتر. اعطاني انديكيتر، معناتها يا شباب هون المقارنه راح تتم على الشكل التالي، انه راح يقارن لي الكلاستر مع الكلاستر. ولكن اذا حطيت كلاستر بالخرج راح تصير المقارنه غير. هلا بنشوف. طب حط لي هون مثلا واحد، حط هون مثلا، انا راح احط طبعا مو انتو، هون راح احط سترينج، وحط هون مثلا بهالشكل خليه. طب هون يخلي ما تحط اثنين. تفضل، بتروح لهون تضغط باليمين بتقول له كرييت انديكيتر، هو لحاله بيضيف لك اياه. عم بيسأل هل الاكس تساوي الواي؟ سمى الدخل الاول اكس وسمى الدخل الثاني واي. طلعت معك ولا ما طلعت؟ طلع ابراهيم، اضغط على هاي هون، اشر عليها تأشير، اضغط اضغط باليمين على الماوس، لازم يعطيك تمام. لاحظوا يا شباب هون يحط مثلا اليوم ايش قد الشهر؟ 25 مارس مثلا 2015، وحط هاي هون، شغل، ما اعطاك شيء. ليش؟ لانه عناصر الكلاستر الاول لا تساوي عناصر الكلاستر الثاني. طيب رجع عناصر الكلاستر الثاني مثل الاول، هاي منرجعه، هذا واحد وهذا بنسميه هون، خذ هون كوبي مباشرة. لاحظ معي، إذا شغل العنصر أو عطى إشارة بالخرج. طب غير هون صيغة المقارنة، يعني لاحظوا يا شباب، لاحظوا بده يكون بالنيوميري وبالسترينج والبوليان بدها تكون نفس المتطابقات تماما ما بين الكلاسترين. بس لاحظ هون عم يقارن مثل ما قلنا، عم يقارن الكلاستر الاول كمجموعه. طب اذا بدنا نغير صيغه المقارنه معناتها لازم الخرج يكون ايش؟ كلاستر، لازم يكون كلاستر. طبعا لا ما بيفرق، هلق منقارن الاليمنتس، معناتها هون راح اقول له ايش؟ كرييت انديكيتر، لحاله ضف لي كلاستر. انتبهوا يا شباب، اذا انا غيرت هون صيغه المقارنه، عم بطلب منه يقارن لي عناصر الكلاستر الاول مع عناصر الكلاستر الثاني. هلق بدي قارن كل عنصر بعنصر. خليني انا اضيف الكلاستر من عندي. راح قل له ضف لي كلاستر. هاي كلاستر هون، وراح قل له اعطيني لدات. طبعا اضيف لد ثاني كمان،
شغل لنشوف. طيب غير هذا اعطاك صفر، رجع هذا مثل ما كان، شيل هاي. ملاحظين؟ اذا عم بقارن عناصر الكلاستر الاول مع عناصر الكلاستر الثاني. يلا يا شباب رح نبدا بالكنترول ديزاين اند سيميوليشن. ما معنى وقت؟ هاي مقدمه، هي مقدمه ولكن ضروريه جدا. يعني بكره انت مثلا عم تشتغل بالبي ام اس ام او ما شابه، وبدك تدخل بارامترات البي ام اس ام. بارامترات البي اس ام بيطلعوا 10 بارامترات، مو معقول تدخل 10 اسلاك. بتدخل كلاستر وبعدين بتصير بتفرق حسب ما بدك. لزمك مثلا الار اس بتروح بتجيب الار اس، لزمك الار ار بتجيب الار ار، ما لزمتك بتعيفها. فالشغلات اللي عم نعطيكم اياها يا شباب هي ليست من باب ما يسمى التكنيشن، يعني انه والله مو مشان بس تتعلم على البرنامج، لا، هاي الشغلات يجب ان توظف، يجب ان توظف، لازم توظفوها لاحقا اثناء عمليات ايش؟ النمذجه. هلق يا جماعة الخير رح ندخل مباشرة بمكتبة الكنترول ديزاين اند سيميوليشن. لو ضغطنا باليمين في واجهة البلوك دياجرام ففي عنا شيء اسمه كنترول ديزاين اند سيميوليشن، ملاحظينها؟ طبعا هاي الكنترول ديزاين اند سيميوليشن شبيهة تماما بواجهة السيميولينك في الماتلاب. انتم ما عندكم جهاز عم يشتغل؟ طب ليش ما بتجوا لهون؟ في كمبيوترين هون. تعالوا لعند أمي ولعند إبراهيم. في مشكلة أني إذا أجوا لعندكم لما؟ والله يمكن شغيل هذاك الجهاز. على كل أحوال ما هي مشكلة هالجلسة، جلسة الجي ممكن بركوها لزميلتكم معكم. لاحظوا يا شباب في عنا لوب، هاي الحلقة هاي اسمها Control and Simulation Loop. هاي هي الحلقة اللي ضمنها من نضيف العناصر. بمعنى آخر لو جيت أنا على Signal Generator، لاحظوا، فراح لاقي عدد من أنواع المنابع اللي نفس المنابع الموجودة عندنا في الماتلاب. يعني راح شوف مثلا الستيب سيجنال، راح شوف البالز سيجنال، راح شوف الرام، راح شوف الجينيريتر هذا البالز، راح شوف الساين ويف، رح شوف انواع كثير. طب انا خلينا نجرب ناخذ السيجنال جنريتر. ما نزل لي ليش؟ ما عندك حلقه الكنترول غير موجوده، حلقه الكنترول الخاصه بالسيميوليشن غير موجوده. اذا لازم نضيف الحلقه في البدايه وبعدين اقوم باضافه ايش؟ العناصر الخاصه في هذه عفوا الحلقه. فراح نضيف الحلقه، بضغط عليها وبسحب باليمين، طبعا بالماوس بسحب نحو اليمين، فبتنضاف عندي الحلقة مباشرة. صارت الحلقة جاهزة، فصار عندي إمكانية يضيف أي عنصر ضمن هذه الحلقة. فبيجي ضمن الحلقة بضغط باليمين بصير بشكل المشروع اللي عنا. طبعا نحن رح نشكل عنا مشروع هو تنظيم، أو قبل تنظيم خرج مرشح ممكن أنا شكل معادلة مرشح من المرتبة الأولى. فراح اجي لهون، بجي على الكونتينيوس. الكونتينيوس راح اخذ هون ما يسمى ترانسفير فانكشن. ايش راح اخذ؟ ترانسفير فانكشن راح ضيفه، وبيلزمني ايضا منبع او بيلزمني اشارة دخل بمعنى ادق. راح ضيف انا هون بهالحالة بالز جنريتر. ما كل موجود هنا بس تاني واقعي.
يعطيك تسمين. إذا راح نضيف يا شباب سيجنال جينيريتر ضفنا سيجنال جينيريتر إيش لازمني كمان؟ طبعا بدي أخرج الإشارة في ما راح نظم حاليا بس البي اي دي اما جاهز او انت بتبني. طبعا في شيء اسمه جراف اوتيليتيز، جراف اوتيليتيز واضح. هذا بتاخذ هون سين تايم ويف. هلا شوف هذا نزل لك اياه مباشره في الفرونت بانل بالكنترول ديزاين اند سيميوليشن. سيم تايم، نعم simulation time. اضغط على على الاولى، اضغط على المنبع، لاحظ بيطالع لك هون البارامترات اللي بدك تحدد فيها قيم الإشارة الدخل، قيم اشاره الدخل. فلاحظ انت هون عندك في عندك الامبليتيود، فيك تاخذ الامبليتيود تعيفه واحد او تحط قيمه معينه مثلا بتحطها هون، واضح. في عندك الفريكوينسي مثلا، بس خلينا ناخذ مو في بلز جينيريتر، خلينا ناخذ البلز. هذا البلز عشان ما ناخذ، يعني ما بدي ناخذ اشاره جي بي. خذ البلز اضغط عليه. طبعا بدك الاشاره تبدا من الصفر، الامبليتيود مثلا ممكن ناخذه واحد، الاوفسيت ما بدي انزياح في قيمه الاشاره، الديوتي سايكل معناتها بدك اياه 50% يكون شغال و 50% يكون مثلا مطفي، البيريود معناتها الدور، خلينا ناخذه مثلا 20 ملي، اعطيه اوكي. اخذناها بهالشكل هذا وصلناها. نجي على معادلة المرشح. طبعا المرشح يا شباب راح يطالع لكم اياه بمعادلة، في عندنا النوميريتر والدينومينيتر، واضح؟ يعني بتاخذ هون قيم البسط وقيم المقام. نحن ايش قد رح ناخذ المنبع عندنا؟ أول شيء بيعطيك قيمة الـ A0، الـ A0 هو العدد الثابت، الـ A1 هو المضروب بـ S. حطوا لنا هذا 1% مثلا، نعطيه أوكي. لاحظ أخذوا مباشرة بهذا الشكل. لاحظوا يا شباب قبل ما أجري عملية سيموليشن لازم أضبط بارامترات إيش؟ المحاكاة. ففي عنا هذا النافذة اليسرى، إذا ضغطت عليها مباشرة بيعطيني إيش؟ بيعطيني نوع التحليل اللي بدي أختاره مثل الماتلاب تماما، أويلر رانج كوتا 1 3 2 إلى آخره. وفي الخطوة الثابتة أو الخطوة المتغيرة، ما بتاخذ variable step أو بتاخذ fixed step. اللي مو مكتوب variable معناته عم ياخذوا default. هلق في عندك معادلة هي علاقة بالمعادلات التفاضلية للحل، هو بيعتمد معادلات تفاضلية معينة. ففي عندك range كوتا 1 range كوتا 2 إلى آخره. واضح الكلام يا شباب؟ يعني هلق هاي المقاربات هاي اسمها analysis approximating، يعني التقريب الرياضي او التحليلي. هذا ما راح ندخل فيه. انت بالنسبه لك بتختار اي نوع من التحليل، نحن عاده بناخذ اويلر او رانج كورتا. لا
لا رانج كوتا واحد، رانج كوتا واحد هو مسمي نفسه أويلر. لاحظوا يا شباب فيني أخذ أنا هون ستيب سايز اللي هو التي إس. طبعا هلق أنا راح أخذ التي إس 100 مايكرو راح لاحظ إنه الإشارة ما راح شوف تغيرات الإشارة كتير كبيرة. راح نجرب، خلينا نجرب. خذها في البداية مثلا 1%، شغل. بعرف بعرف عم بقول لك إذا بدك تأخذ، لاحظ هون الإشارة عم تكون تغيراتها كتير كبيرة، صح ولا لا؟ ما بحسن نشوفها. فهم فينا شغل مرة واحدة مثلا وإجا لهون، إيش بقول له يا شباب؟ في عنا شيء اسمه أوتو سكيل، مو لازم يأخذها؟ للبالز ايه هذاك السيم ويف، هذا راسم إشارة، هذا بس هو طالع لي هذا، شكل لي اياه لحاله، طلع هذا العنصر معه. طبعا في عنا ويف فورم تشارت الثاني غير هذا، راح نستخدمه نحن وراح نعتمده، اسمه الاكس واي جراف. الاكس واي جراف هذاك ضبط بارامتراته بيكون افضل، وبالتالي ما في مشكلة عندنا أنه نضبط بارامترات الإشارة. لاحظين؟ طبعاً لازم أضبط بارامتراته بشكل صحيح لحتى يطلع معي. السكيلز مثلاً لاحظ يعني طالع لي الإشارة نوعا ما، لكن مو بالشكل. لازم يكون في عندي هون ما يسمى شو ليبل، لا شو شو جراف باليت. في عندنا شو جراف باليت، عرفتوها؟ بجي لهون بصير انا بزوم هون باخذ الزوم اللي بدي اياه. لاحظين؟ لاحظ معي. تاخذ من هون، لاحظ معي هلا هاي رح اخذها بهالشكل، تضغط هون بروبرتيز بيطالع لك هالنافذه هاي، واضح الكلام؟ فهي ما بتكون مفعلة عندك، ايش بتقول له؟ شو جراف باليت. بعدين في شغلي هون البلوتس، في عندك انت بلوت واحد ما في غيره، ممكن تاخذ لون الخط اللي بدك اياه مثلا، تاخذ عرض الخط اللي بدك اياه ايضا، واضح؟ هذا كلياته ممكن بعدين ناخذه بشكل مفصل. تاخذ السكيلات ايضا، بتعاير السكيل، لانه السكيل هون ممكن ياخذوا ديفولت معين ما يكون واضح بالنسبه لك، فبتجي انت هون بدل ما تاخذ اوت سكيل بتحدد له انه مجال الاشاره وين بدك اياه، واضح الكلام؟ خلينا ناخذ مثال ثاني يا شباب، ناخذ مثال اخر. راح ننظم خرج مرشح من المرتبه الاولى، نفسه هو طيب يا شباب، نفس المرشح بنولنا اياه مره جديد منه اول وجديد بعد اذنكم. باخذ من كونتينيواس ترانسفر فانكشن، ناخذ اشاره هالمره راح اخذ ستيب، بدي حلقة هون جمع مشان اخذ اشارة الخرج واطرحها وين او رجعها لوين للدخل. فممكن انا اجي لهون على السيميوليشن، في عندي ما يسمى سيجنال اريثماتيك. ايش عندي؟ سيجنال اريثماتيك.
مو اسمك احمد الا مو احمد، بدك تخفف لي المرح شوي اثناء الجلسه بعد اذنك طبعا، يعني خليك مريح بس ما هو بشكل انه تضيعنا. الله يرضى عليك. انا عم بقول لك. طيب طبعا المرح شيء جيد يا شباب، ما هو غلط، بس كمان ما يزيد عن حده. كل شيء بيزيد عن حده انقلب الى من عدا المرح، قد ما زاد بيضل شيء ايجابي. طيب يا شباب راح اخذ هون السيم ويف، لازم تكونوا عم تشتغلوا معنا. هذا الخارج عند بيكون عندك بدك تاخذ حاله معينه بدائيه بسموها، عرفت شلون؟ انا ما بدي اخذ هالحاله هاي، تاخذ الخرج الحقيقي او النهائي للمرشح. لاحظ معي يا شباب، انا راح ارجع اشاره الخرج الى الدخل مثل ما انكم شايفين حضرتكم. طبعا فيني اخذ البي اي بشكل مباشر او اني انا ابنيه بشكل يدوي، انا راح ابنيه يدويا بس مشان نستثمر او نعرف نتعامل مع الواجهه. ففي عندنا هون الجين كمان من السيميوليشن بناخده، الجين هو هذا الثابت التناسبي بروبوشنال، وراح اخذ واحد على اس، راح اخذ ايش الان؟ واحد على اس. منين باخذ الواحد على اس يا شباب؟ من الكونتينيوس مثل الماتلاب، ما في شيء جديد. طبعا راح ينضرب بكي اي، كمان هو عبارة عن ثابت. ملاحظين يا جماعة الخير؟ هلق في شغلة كتير حلوة، الشغلة الأولى أنه أحيانا أنا بسحب هذا لحاله هو إيش؟ بيوصل لي، هاي شغلة. بس في شغلة أحلى وهي غير يعني هاي هون ميزة الواجهات. يعني بالماتلاب إيش بنسوي يا شباب؟ إذا بدك مثلا نشوف تأثير المنظم التناسبي، بتروح بتغير قيمة المنظم التناسبي وبترجع بتشغل البرنامج وبتشوف، ترجع بتغير قيمة المنظم التناسبي وترجع بتشغل وبتشوف. لا، هون بتغير أونلاين، هو مشغال، عندك إمكانية تشوف تغيرات الكي بي والكي آي أونلاين. هاي راح نشوفها حاليا. إذا ناخذ هون طبعا بدي جامع مشان اجمع خرج الاشارتين. فيني اخذ دراج هون، نزل لي اياه هون. لاحظوا انا بدي جمع ما بدي طرح، بدي جمع. فايش بسوي؟ بضغط عليها بدل الجمع. ايش بسويها؟ هون لغى لي اياها، ايش ضغطه ثانيه ايش عمل لي اياها؟ جمع. باخذ هاي لهون، خرج الواحد على اس، بعدين وين بنروح؟ على المرشح. هلق لاحظوا يا جماعة الخير، انا لو ضغطت على هذا الجين فراح يعطيني قيمة معينة. ايش قد بدك الجين؟ قيمة الكي بي. ولكن فيني انا عيفة واحد او حط القيمة اللي بدي اياها. أنا راح أحطها صفر حاليا، ليش؟ لأني راح أبدأ أنا اللي عاير قيمتها حسب الشغل. وفي عندنا هون هالمنسدلة هاي راح أقول له تيرمينال. إيش راح أقول له؟ ضغطت على تيرمينال يا شباب، لاحظوا ولد لي هون كنترول. لاحظ ولد لي هون إيش؟ كنترول. لكن يعني أنا فيني أجي لهون وأجي أعطيه مثلا ما يسمى نوب، واجي واوصل النوب لوين؟ على الكنترول. صار بامكاني غير قيمه الكي بي اونلاين. هي شغله كثير حلوه، هي شغله كثير ممتازه. طيب بيجي على الكي اي نفس الامر يا جماعه الخير، مع المحاكاه لك هلق تشوفها. إيه مو انا بدي اشغل ويصير زيدو؟
بدي اشغله يصير زيد قيمته. تمام بس زيد هذيك القيمه ما احنا يعني ما موجود يحطوا واحد خيو وين مشكله ها راح احط لك اياه واحد ما في مشكله ما في مشكله يا شباب ايه ما بقى حسين حطوه ايه ايه اوكي صح فهمت عليك السؤال ما عاد ياخذوا نهائيا صار الشغل من الكنترول هلا باخذ هون قل له تيرمينال كنترول ديزاين اند سيميليشن النوب النوب هون النوب من برا من الكنترول من الفرونت بانل من هون هاي النوب اوكي طبعا فيك تسميه يا شباب فيك تقول له هذا كي بي وهذا تقول له كي اي في شغلات كتير حلوه حتى هون فيك تجي لاحظ معي فيك تجي هون تضغط على النوب تاخذ الخصائص تبعها وتقول له منين لوين بدك اياها مثلا الخطوه حتى بيعطيك النيدل ايش نوعها ايش بدك تضيف نيدل ثاني مثلا بدك يعني في شغلات كتير هذا السكيل بيهمني انا السكيل مثلا بدك اياه حتى مثلا 25 شوف ضف لك اياه 25 بس صارت الخطوه كتير هذا بنرجعه مثلا للخمسة للعشرة ما في مشكله بعد استاذ هون الخطوه هو اللي بتحدد او انت بتحدد له اياه ممكن انتوا تتدربوا على هذا الموضوع تشوفوها موجوده يعني حتى عدد الديجيت يعني بتعطيه هون الديجيت انه كم رقم بدك يظهر لاحظ هون عندك ستة ارقام مثلا اعطيه خمسة هاي هي الخطوة اعطيه خمسة ما اخدها لازم ياخدها لاني ما اعطيته اوكي خلينا نجرب لنشوف ما يتغير على كل الأحوال هاي ممكن واحد بعدين يشوفها ما بدنا نضيع وقت عليها حط لي هون إذا سمحت معليش ادخلوا على الـ على الـ على الـ على المرشح حطوا لي هاي 10 إذا دخل 10 10 100 حط لي هذا 10 وبنجي لهون ايش قد ضبطنا هذا كمان حط لي قيمته 10 معناتها الخرج لازم ايش قد يعطينا اياه ينظم لي اياه؟ الحالة المستقرة على 100 لأنه ربح المرشح 10 لازم كحلقة نهائية يعطينا 10 على 10 ما؟ ايه مضبوط لا ما بيغير قيمة الكي بي، قيمة هذا بيغير الحالة العابرة ولكن ما بيغير قيمة الحالة المستقرة، استجابة الحالة العابرة بيغير. طيب يا شباب. ايه راح اوصله ها مضبوط كلامك. مضبوط 10 على 10 اكيد اكيد. بدون تنظيم كيف بيطلع على 100؟ ايه بدون تنظيم على 100، أنا أخطأت اللفظ. طيب هلق بنشغل يا شباب. طبعًا شغلت هون مرة واحدة راح يعطيني صفر لأني أنا هون ما حتى لو ضبطت ما راح يتغير شيء، ليش؟ لا لأني شغلت مرة واحدة ولكن تعال شغل كونتينوسلي. لاحظ معي. لاحظين؟ شوف هون عم يغير لك، مين اللي حكى من شوي زميلكم؟ زيادة قيمة الكي بي يا أحمد تغير من استجابة الحالة العابرة ولكن قيمة الكي آي بتغير لي إيش بتغير لي الخطأ الاستاتيكي لاحظ فهي ميزة كتير حلوة في موضوع الواجهات أو واجهة اللاب فيو أنه بيسمح لك بإجراء عملية المحاكاة مع تغيير ما يسمى البارامتر ايدنتيفيكيشن وين أونلاين عرفنا شلون يا شباب جلسة اليوم خالصة إن شاء الله تكونوا استفدتوا